السنة يعني برنامج فخامة الرئيس، برنامج فخامة الرئيس تعهدات اللي انتخب الشعب الموريتاني من أجله عاد صالح للتقييم، وكانت بالنسبة لنا سنة التقييم أبرزت حجم الإنجازات الكبرى اللي تحققت في البلد على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وتبرزت أيضا ملي بهذا اللقاء الكبير حجم الآمال الكبيرة المعلقة على فخامة الرئيس باعتباره أكبر إنجاز هذه السنة هو وجود شخص فخامة الرئيس في السلطة داخل البلد. جميل. طيب دعني أتحول إلى النائب الخليل والددة، أنتم في قطب المعارضة، كيف تنظرون إلى هذا العام من المنظور التطبيقي أو الواقعي للإنجازات الملموسة التي ربما هي الشغل الشاغل للمواطن؟ هل ما تم إنجازه يستحق الاحتفاء بهذا الحجم وهذا الكم من الإعلام المتواصل حول السنة من الحكم؟ شكرا على الاستضافة. عفوا. ظهر لي عن هذه السنة بالنسبة لي حقيقة كانت سنة صعبة، باللي الشعب الموريتاني عنده ياسر من المشاكل، وذي المشاكل على جميع المستويات سواء كانت اقتصادية واجتماعية وثقافية، ومجيء السلطة انتظر الشعب الموريتاني ياسر من الإنجازات. والحقيقة هذه السنة كانت سنة فيها مراحل صعبة جدا، احنا عاذرين فيها هذه السلطة الجديدة المرحلة الأولى، وأعلن أخذهم للسلطة كان فيه قدر من ياسر من الأسئلة المطروحة حول طبيعة السلطة وذي اللي يقود البلد منه، اللي كانت في مرحلة فيها المطالبة بمأمورية ثالثة، ذيك المأمورية ارتفضت وبالتالي خلق تنصيب لرئيس جديد، وكانت فم داخل السلطة قدر من المشاكل والحمد لله يبدو عنها وضاحت. عقب ذلك جاءت كارثة الجائحة وحلت أم اللي السلطة ووحلت الشعب الموريتاني وشن المشاكل اللي ما كان منتظر. إذن هذه من هذه الناحية في الحقيقة سنة صعبة بالنسبة للسلطة وصعبة بالنسبة للشعب الموريتاني، وفي الحقيقة تظاهرة من النوع يمكن خلقت راجي فقط أنها تؤود ما كانت مكلفة من الناحية المادية اللي شرط لك قبيل عن المشاكل ياسرة، وإحنا فاصلين في ندعم المواطنين في اللي عانوا منه. يعني أنتم شايفين على فماتي مثلا موجب إلى وعد رتبه؟ على كل حال إن كل حزب سياسي وكل سلطة دائما تود أن تسرح أهداف وبرامجها للرأي العام، هذا موضوعي، ولكن نحن ذي الظرفية اللي نعيشها دارك صعبة، وأنا دائما أميل إلى التقشف من الناحية المادية لصالح المواطنين. خط ملاحظ. جميل. طيب السيدة النائبة محمد الأمين ولا أحمد درقال، يعني البعض يشوف أعلن النظام لا الموالاة ولا المعارضة، على أنهم هم عاذرين على كل حال نتيجة أعلن السلطة درك منها تقريبا واقعيا ثلاث شهور، بعد ذلك خلقوا فيها قدر من المشاكل بما فيها جائحة كورونا والمشاكل الأخرى المترتبة. يعني بنظرك ما الذي تم إنجازه من طرف النظام حتى يتم الاحتفاء به إلى هذا الحد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر قناة الوطنية على هذه الفرصة، وهنئ الشعب الموريتاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وهنئ بلدنا الحمد لله على الحمد لله الوضعية الصحية الأحسن من بين دول الجوار، الحمد لله في الأيام الأخيرة صارت الحمد لله نسبة الإصابة بهذه الجائحة الكبيرة اللي عطلت شؤون العباد والبلاد في أنحاء العالم، الحمد لله وضعيتنا فيه مدعاة للفرح والشكر لله سبحانه وتعالى. طبيعي نظام التقييم بالأنجلو سكسون يقولوا له البنش ماركينج أساسي على أنه يعود تحقيق الأهداف، أهداف تعود الوقت، تعود عندك أهداف معينة ترصد لها وقت معين وتعود تخرص ذاك للشل اللي عليه أنت منين لحقت فيه كانك وصلت به، اللي بدون التقييم لا يمكن أن نحدد المنجز من قلته، لا بتعود عندك طموح معين، مشروع
عنده وقت معين وقابل للتحقيق، وتعود عقب ذلك تعدل التقييم ماذا أنجزت وماذا كان يمكن أن أنجز أكثر. الله أعلم أن بادي الرأي أن أهم إنجاز عدله فخامة رئيس الجمهورية هو في هذه السنة اللي قليلة باعتبار الأيام ولكنها كثيرة من اعتبار مأمورية أصلا 5 سنوات هي يمثل 20% منها. ظاهر لعلم من أهم الأمور البادية للعيان هو تطبيع الوضع السياسي ونزع ذاك الاحتقان اللي كان خالد بين شركاء الشأن الوطني العام على الموريتانيين إلين تخلق ذيك التهدئة وتخلق الثقة المتبادلة بين النظام والمعارضة على أصحاب الهم المشترك يجلسوا بتؤددة وبتأني وبرزانة ويعرفون ما يجمعهم أكثر مما يفرقهم، وعلى المواطن الموريتاني معني بذاك اللي له حقق له هاي الأهداف. وطبيعي على أن في سنة كيف هذه السنة، سنة شهبة وصعبة فيها جائحة كورونا التي فعلت الأفاعيل في دول منظوماتها الاقتصادية ومنظوماتها الصحية أقوى بكثير، منظوماتها بلغت عاتية وقوية، على أن هذه الجائحة أظهرت الاختلالات الكبيرة في, 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 في الاقتصاد وأظهرت ملي هشاشة البنية الصحية اللي قائمة في البلد، وهذا بقدر ما يطرح وكذلك في الأمن الغذائي وبقدر ما يطرح هذه الجائحة من, من, من تحديات أيضا تفتح من فرص لتحسين هذه القطاعات كاملة وعمل ما يمكن عمله خدمة للشعب الموريتاني. يعني احنا قد نقولوا على هذا الاحتبال يعني كان نوع من التقويم والله نوع من يعني الاستبشار بمستقبل او شيء. هذا الاحتفاء، شكرا على هذا القوس، هذا الاحتفاء احتفاء في محلي واحتفاء يهدف الى ذاك الامل الكبير اللي ابعاث انتخاب فخامة رئيس الجمهورية محمد الغزواني في نفوس الموريتانيين موالاة ومعارضة، دعني أقولها أن ذاك الأمل أنه وارد وأنه تم بالفعل الشروع في مشاريع من شأنها أنها تحسن وضع المواطن الموريتاني. جميل. من بينها نتحدث لها لاحقا تآزر سنصل إلى 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 مسألة، لكن أنا بعد يبقى عندي تطبيع المشهد السياسي من أهم الأمور البادية للعيان واللي قطعا يقدر يؤسس عليه لعملي المزيد، وهذا حصل في البرلمان وحصل في التعاون مع الحكومة ورواية لها ما بعدها. جميل. السيدة المديرة والبنى، ربما البعض يشوف على في ظل هذه السنة اللي يصفها البعض بأنها السنة الشهباء إن صح التعبير، أعلن كان أيضا موازها إثقال كاهل الدولة بالكثير من 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 الدين الخارجي، وصل في بعض المعلومات الإعلامية إلى 160 مليار يعني، وفي نفس الوقت المواطن لم يبارح مكانه لا على المستوى البنى التحتية ولا على المستوى يعني معيشته، يعني في الأسعار، في الماء، في الكهرباء، إلى غير ذلك. كمان أنا قاعد وصف السنة ما نتفق معكم دي. طبعا سنة صعبة، تحديات أساسية، طبعا مع وصول فخامة رئيس السلطة وخلق التحديات، منها إكس ساعة تذكروا السيلان في سيدي بابي، كان ترد فعل الحكومة قوي سريع جدا وتفاعلت معه تفاعل إيجابي، وعقب ذلك جاءت جائحة كورونا وتعاملت مع الحكومة تعامل يلا من خلال استراتيجية اللي رسم ملامحها فخامة رئيس وتكلم عنها في خطابه وجه الأمة، يحدد فيه الإجراءات واللي شرفت الحكومة برئاسة الوزير الأول على تنفيذها. ظاهر أن احنا فعلا عن هاي السنة تميزت، نقدر نقوله أن تأكدت قدرة فخامة الرئيس والحكومة على التحكم في تسيير الأزمات، لأن هاي أزمة كوفيد 19 أزمة عالمية، يعني تحدي عالمي، جائحة اجتاحت العالم وأثرت على كل شيء. هون ما تقدر تقول ما طرش المواطن، لا ترى طبعا أولا التحكم في التضخم هذه كان مسألة أساسية،
تحمل الدولة العديد من النفقات، مساعدة المواطن الضعيف، مساعدة الطبقة المتوسطة. وهون نفتح قوس شوي عن في نفس الوقت اللي نحن عندنا هاي استراتيجية للتحكم في الأوضاع، كانت في استراتيجية قبل كوفيد 19 فخامة الرئيس إدراكا من وإحساس الوضع الصعب اللي يعيش المواطن، وإطلاق برنامج اجتماعي بسرعة كبيرة جدا اللي قال أولويات واحد لهذا من تحسين مستوى معيشة المواطن. هذا قبل أن نجي كوفيد 19، ولين جاءت جائحة كورونا الإجراءات اللي تم اتخاذها في مواجهة الجائحة لم تؤثر على تلك التي كانت مقررة سلفا، بمعنى أن جميع البرامج التي كانت مقررة سلفا عنها استمرت. يعني المسار التنموي كان متسلسل، المسار التنموي كان ماشي. طبعا في المسألة أشاره الإخوة هو فلسفة فخامة الرئيس في الحكم، والله لم يطرح جديد عن فخامة الرئيس. أكد في خطاب الترشح فاتح مارس وفي أول مقابلة عدلها مع وسيلة إعلام وطنية هون مع الصحفي الكبير شيخ بكاي مور نيوز، أكد فيها منهجيته وفلسفته في التعاطي مع الحكم. بالتالي يعتبر أن حجم التحديات في البلد الاقتصادي والاجتماعي أول شيء تتطلبه هو مناخ سياسي، هذا وهدوء المناخ السياسي يتطلب الانفتاح على الفاعلين السياسيين وجميع أنواع الطيف السياسي داخل البلد. والانفتاح وهذا ترجمه فخامة الرئيس من خلال لقاءات متكررة. أولا اللقاءات المؤسسية بمعنى تلك التي ينص عليها القانون مع مؤسسة المعارضة، وبعد ذلك اللقاءات مع قادة الأحزاب السياسية والفاعلين والحقوقيين والفاعلين في المجتمع المدني. بالإضافة طبعا أن هذا الانفتاح لم يبقى انفتاح الرئيس على الطبقة السياسية، واكبه انفتاح على السياسيين فيما بينهم. من هون جاءت مبادرة حزب الاتحاد من الجمهورية بالاجتماع مع الأحزاب الممثلة في البرلمان بغض النظر عن مواقعها أغلبية كانت أو معارضة ومواقفها. جميل. جاء أول اجتماع لها، وفعلا هذا الاجتماع أعطى نتيجة مدي من خلال تعاطي هذه الأحزاب وإشراكها في التسيير، خصوصا ما يتعلق بالأمور الوطنية الكبرى وجائحة كورونا اللي تم إدماج هذه الأحزاب في صندوق الوطني التضامن الوطني ومثلت فيه. أحزاب المعارضة اليوم موجودة فيه وتطلع على ما يجري فيه. طيب دعنا نتحول إلى عذر على المقاطعة السيد المدير والبونة، لكن دعني أتحول إلى النائب البرلماني خليل ولد الددة بما يخص مسألة التطبيع، وربما كانت هذه المسألة الأبرز في خلال العام المنصرم من حكم النظام الحالي. كيف ترى المعارضة يعني هذا التطبيع؟ هل هو مثلا يصب في مصلحة المناخ العام في الدولة من أجل التوصل إلى دفع عملية تنموية محتملة في المستقبل؟ شكرا. احنا في المعارضة الديمقراطية ظهرنا عن البلد من انتشاء وقع مطروح حال مشكلة الحكامة الرشيدة في خيرات البلد اللي مليان من الخيرات من ثروته الطبيعية من حوت ومن حديد ومن وسائل زراعية. هذه ثروة، والثروة ملي البشرية ياسم الأطر، والشعب ملي مستعد للعمل. هذه الثروة البشرية وهذه الثروة الطبيعية مفسدة بها قلة الحكامة الرشيدة اللي هدف هو التنمية وهدف هو إسعاد الشعب. هذا النش نقوله، وظاهر نعلن حد قارن الوضع في البلد سابق مجي الحكم الجديد والوضع اللي عاد فيه البلد من مجي للحكم الجديد، النزاهة الفكرية تجعلنا نقوله عن فم إشارات. يعني المقارنة من أي ناحية؟ مقارنة من ناحية أولا كما قلتم الجو السياسي. هذا البلد للأسف الشديد عانى كثيرا من الاحتقانات السياسية. الحروب الأهلية تبدأ أولا بالاحتقانات السياسية تعقب توصل لقضية التصفية بين المجتمع. وفي هذا المجال بكل نزاهة الحكم الجديد الرئيس الجديد أسس
خطوات وقبل إجراءات وقبل قرارات تقرب بين الفاعلين السياسيين وتجعل من موريتاني الشأن يعني الناس كاملها. وهذا ظهر في اللقاءات وظهر في الاتصالات وظهر في جبار بين الأحزاب اللي في الموالاة والأحزاب اللي في المعارضة في مواجهة كورونا فيروس. هذا جو جديد. احنا سابق كنا كلنا على جالب ونزارقوا بعظام الرجال وظهر فم محاولة للتفاهم، وهذا مهم جدا لأن الأزمات وقت الأزمات لمتينا وإحنا بلدنا من العالم الثالث والمشاكل مطروحة وياسر، ما يصح الخروج من الأزمات يكون بالاتفاقات. جميل. وهذا إحنا ظهرنا عندنا مسألة مهمة جدا. وأخيرا ذا اللي عاقب اللي خلق في الجمعية الوطنية رواية مهمة جدا، لأن الجمعية الوطنية وخلاها تتعدى العمل، وهذا هذا شيء جديد، وخلاها تتعدلوا في توجه التحقيق ضد الفساد، الفساد اللي بالحقيقة يهدد البلد كامل ويهدد الشعب الموريتاني وذا النظام بالحقيقة. عكس الأنظمة الماضية أعطى حرية للجمعية الوطنية ومشى في ذا الاتجاه، اتجاه المؤسسة، يعني كل مؤسسة تلعب دورها، وهذا مهم جدا. هذه سابقة اللي عن الشعب الموريتاني الله يذمنها ويذمنها لا من ناحية إثارها الإيجابي للشعب والمشي بالبلد شور يعني تقدم في جميع المستويات. فما اسمح لي شوي، هذا ما معناه أن كل شيء أبيض والله كل شيء على ما يرام، على الأقل على الأقل المواطن اللي يسمع من المعارضة على أن كل شيء أبيض. لا 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 غالبية في مشاكل حقيقية. على سبيل المثال مواجهة كورونا فيروس فيه مرحلتين، المرحلة الأولى مرحلة الحجر الصحي، فعلا الحكومة قبلت إجراءات فعالة وجريئة وكانت عندها نتيجة من ناحية الصحية، أن حكما تم حصر المرض ولا خليناه يتفشى. يا غير من الناحية الاجتماعية ومن الناحية الاقتصادية ما كانت فم مواكبة والله مرافقة للناس اللي ربما هذا خاصة في القطاع غير مصنف، الناس اللي عندها تجارة صغيرة والناس اللي في الزراعة مثلا. هذا في العالم كامل شاف عن توقف الاقتصاد كان أثر كان 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 عند أثر سلبي على 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 القطاع الخاص، كان في نقص المساعدة. هذا يدفعني إلى التساؤل، لأن خلقتك المساعدة غير توخرت ربما هذا يدفعني إلى التساؤل للسيد النائب. المساعدة المدير اللي خلقت ياسر من الناس يعتبرها ما هي قليلة من ناحية الكم، مثلا ما هي حق الأخلاق قليلة من ناحية الكم، كانت تعود وسع منها هذا يدعوني مثلا. خليني نسول النائب البرلماني يعني عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية السيد محمد الأمين، عن الأثر الذي استطاع تآزر أن يمنحه للمواطن في وجه تداعيات هذه الجائحة. نحن في مثلا من مجيت كوفيد 19 كما أشار النائب البرلماني، القطاع الخاص يعني تدمر، يعني صاب بشلل كلي، والأسر ذل يقدم منها حتى على أنه مثلا ما يحشي عين برا إن صح التعبير. شكرا على السؤال. أولا لا يفوتني أن أنوه بالنزاهة الفكرية لما يغرد على زميلي وأستاذي النائب خليلو في الإشادة بجو الانفتاح والتطبيع وجو أيضا العمل اللي يعدل في مكافحة كورونا في البداية اللي أسهم إلى فترة طويلة في تحجيم وحصر أثار كورونا. حقيقة على أن اللي خلقه موريتانيا اللي خلق فيه ياسر بن توفيق اللي حد يخرص اقتصادات دول أكبر منه ومؤسساتها أكبر منه ونظامها الصحي انهار بالكامل تحت ضربات والتفشي، وما زال يحصل هذا. أكبر بلد اقتصاد عالمي بينه تريليونات سنويا ميزانيته السنوية مع ثاني أكبر اقتصاد اللي هو الصين، نتكلم عن الولايات المتحدة الأمريكية، ومنظومة الصحية من الأرقى في بلدان العالم،
وراك تنهار تحت ضربات كورونا يوميا، حدود 70,000 يوميا من الإصابات، وحدود 900 إلى 1,000 يوميا من الوفيات. وهذا أحكي على أن لطف الله بقدر الحاجة حقيقة، على أن الجيش الوطني وقوات الأمن والجيش الأبيض الأطباء والممرضين أبلوا بلاء حسنا في التصدي بالمتاح اللي مرة يعود أقل من المطلوب، تصدوا بالمتاح من أجل إنقاذ حياة الناس الثانية. وهذه فرصة لا يمكن إلا أن أشيد بهم في عملهم هذا. بالنسبة للتآزر وبرنامج أولويات رقم واحد اللي أشار له الوزير سابكي، هذه برامج عدلت المتاح في دولتنا، تعبئة الموارد جزء، ولكن أيضا توزيعهم وفق معايير معينة. إشكال في بلد كيفتنا مازال يفتقد لقاعدة بيانات وسجل اجتماعي موثوق مؤكد منه، والخوف من الارتجال هو اللي أدى للتأخير. ولكن أن تفعل شيء مبني على معايير، لكن هذا الخوف رغم تم أنتم خايفين من الارتجالية، ورغم ذلك تم اللافة ما على كل حال على كل حال أنت تشتغل أفيك ليموين دبور المتاح من حيث الموارد المالية والمتاح من حيث قاعدة البيانات. أنت عندك شعب وعندك قريب من 60% أو 70% من النشاطات في البلد، في اقتصاد البلد تصنف منها قطاع غير مصنف، حتى التوصل لأهلها إياك أنك تعدل لهم إعانات تحدي حقيقي. ولكن يتم العمل حالا على مشروع كبير فيه 100 مليار من لوبية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقريبا إن شاء الله تعالى دور إنجكت الفضل المطلوبة من أجل خلق استغلال هذه المحنة وتعديل منها منحة إن شاء الله تعالى في إطار دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اللي تشغل الناس وتعدل القيمة المضافة، ولكن أيضا القطاعات الاستراتيجية اللي تخلق قيمة مضافة وتخلق أمن غذائي واكتفاء ذاتي في مجال الزراعة وفي مجال التنمية الحيوانية. فهم جهد كبير مبارك معاه وظاهر لي على تقييم سنة فيها جائحة وفيها مطباتها اللي لا تخفى علينا كاملين ولا تخفى على المتلقي. أعلن السنة الثانية بإذن الله تعالى الدور تعود الأمور واضحة، نظرك وضع اللبنات وضع الأسس الحقيقية لصفحة جديدة وانطلاقة جديدة بكل ما تعني الكلمة معنا. أحمل هذا إلى لا نرجع لك السيد النائب. شوي بدي متعلق باللي كان. لا اسمح لي. تفضل سيد. لا ظهر لي عن فم ملاحظتين مهمات جدا. هو في الحقيقة الوسائل صحيحة. متداخلة من عسرية كارثية. دولة انقبضت فالس للدص. والجائحة هذا اللي قال أنا حقيقي تحدي دولي قال أنتي غير شوي اللي يعود لا يسير تسير شفاف ورشيد لا يعود زكي. إحنا بعد ملاحظتنا لأنك شوي اللي وقسم في البداية ما خلقت فيه الشفافية، وعادت الناس ما تعرف اللي ما أدري شنو، والوساطة المستهدفة ما هي معروفة، وحاجة اللي عن الوفاق اللي خلق بين الأحزاب السياسية لأنهم محليا يلا يتعاملوا مع الإدارة ممثلين الأحزاب والمجتمع المدني لين يجوا الإدارة ما يجبروا بالك ما يجبروا ذاك اللي هناك لكن الأخبار اللي دور. وهذا فيما منهجية تقنقراطية لا تتجاوب مع صعوبة الوضع، لا بد من انفتاح وفات خلقة غير وجسد مولي العرض. المسألة الثانية وهذا السؤال مطروح للمرحلة الثانية من مولي الجائحة ما هتوفات في العالم ذكية خايفين من عودة يعني موجة جديدة من وبالتالي احنا في الحقيقة نطرح ياسر من الأسئلة حول استراتيجية الحكومة غرق في ذي المرحلة الثانية من ما يجايلة من رأي كان استراتيجية اللي ينقاله المناعة الجماعية إيميونيتي جلوبال والله استراتيجية أخرى
لا واضح انه ربما سنتحدث عن مساله الاستراتيجيه المستقبليه للنظام ان شاء الله بحول الله في هذه الحلقه. دعني اتحول الى الوزير المدير والبنى، عذرا على ان مثلا قصرنا شي من الوقت، لكن كان السيد النائب محمد الامين عوضها يتحدث عن مساله تازر، كذلك اشار ايضا النائب البرلماني خليل والدد. يعني الوصف الذي يمكن ان يحدد المسار الذي انتهجته تآزر من اجل التخفيف وطأة الجائحه على المواطن؟ كما شو سامي نتكلم عن قضيه تآزر، فعلا في المساله اشار لها النائب الخليل حول دور البرلمان ودور القائم به ولجنه التحقيق، وهذا تكريس مبدا مهم جدا، مبدا فصل السلطات، بمعنى كل سلطه تلعب دورها بشكل شفاف وبدون تدخل من السلطه التنفيذيه لا على مستوى السلطه التشريعيه ولا على مستوى السلطه القضائيه. اذا تفعيل دور البرلمان، تفعيل دور الرقابي، يدخل في اطار استراتيجيه وطنيه كبرى لمحاربه الفساد، اللي ملف اساسي من الملفات والمشاكل الاساسيه اللي يعاني منها البلد، وبالتالي جميع القوى والسلطات تلعب فيه دورها محدده. اذا نقدر نقول عن من اهم اللي خلق هو مؤسسة الحياه العامه، بمعنى ان ربطها مؤسسات قائمة، هاي مسألة أساسية. مسألة أخرى فيما يتعلق بالتآزر والتعاون مع 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 الكوفيد 19، أولا التآزر ينبغي فهمه في إطارها التاريخي. التآزر كان تعهد من فخامة الرئيس وبرنامج تعهداتي بخلق إطار تنظيمي لتخفيف من وطئة الإقبن والإقصاء والتهميش داخل البلد، وتعبية موارد كبيرة جدا لمواجهة هذه الصفات اللي كانت منتشرة، وعندها ياسر المكونات، مكوناته في السكن الاجتماعي، توفير الصحة، توفير التعليم. إذا التنمية اللي تخرج المهمشين من دائرة التهميش، تخرج المقصيين من دائرة الإقصاء، بمعنى أن التآزر أداة فعالة لمحاربة القبن ومحاربة التهميش، وانطلقت فعلا في هاي السنة. هاي السنة كيف قلنا؟ من المقاييس الأساسية التي تقاس عليها نجاح الحكومة ونجاح القادة في القدرة على مواجهة هذه المحنة الكبرى اللي قال لها كوفيد 19، من نجح فيها من ما نجح فيها. نحن حتى الآن جميع المؤشرات تؤكد فعلا بأن نجحنا الحمد لله، وإن كان هو العمل البشري لابد من نواقص، من أهم الفيقع نواقص مؤسسة تتعلق بالمجتمع نفسه. احنا حاصلنا الفيروس، ساهمت الناس التسلل وكذا وكذا، وهذا ساهم كامل، خصوصا اذا ما اخذنا بعين الاعتبار كي قالوا الاخوه ان في منظومه صحيه صعبه جدا، منظومه صحيه صعبه يعني منظومه، حتى في المنظومه لان الكوفيد 19 الانظمه الصحيه كامله المتقدمه سقطت امان. بالتالي ظاهر نحن على ان عمليه الاليه اللي قبضت وطريقه التسيير، اهم شيء بعد قاعد واجهناه به هو هذا الاجماع الوطني. هذه القوه الوطنيه كامله اللي كيف قعدت وجمعت وقررت على انها تنسق لمواجهه هذا المناخ السياسي. المساله الاخرى اشراكهم اللي في عمليه تسيير صندوق التضامن لاضفاء الشفافيه عليه. المساله الثالثه هو أن فخامة الرئيس في حزمة الإجراءات اللي أعلن منها تأكد من فعلا في تمس الفقراء، الناس اللي تعرض إعفاءات من الماء والكهرباء فترة معينة، حتى الناس في الريف الآن كانت تخلص الماء وتخلصها ما تلخال قبل الدولة، حتى التوزيعات الغذائية، التوزيعات النقدية، هذا كامل هذا كامل كيف قال نحن ما نتحكم في نهاية الجائحة. وفي اطار الاقتصاد الكلي وفي اطار التوازنات الاقتصاديه الكبرى، جميع اقتصادات العالم اليوم تعيش انكماش 5% 6% 7%. نحن التوقعات تدل على اقتصاد يتراجع ناقص 2%. اذا هذا من التحكم طبعا في الوضع الاقتصادي. اذا نعتبر ان فعلا البلد، وهذا طبيعي لان هاي السنه كيف قال في مشاكل حقيقيه، وهذا فخامة الرئيس أكد عليه وشافه والحكومة طرحته وقال الوزير الأول في البرلمان، قالوا نحن في مشاكل، ونحن مبرر وجودنا مشاكل،
مشاكل اقتصاديه واجتماعيه، غير هاي المشاكل مطروحه لآلية والاستراتيجيه الوطنيه لحلها والتقلب عليها، ولا قد يقلب عليها البرامج الاقتصاديه الكبرى نتائجها تجي مع الوقت. هذه تطلق مشروع اقتصادي كبير، يعني تآزر مشروع كبير جدا. جميل. مشروع كبير جدا، وفعلا قال الخليل ولاحظوا اختلالات غير ملي وقف عليهم وطلب مشاركه الفاعلين والاحزاب السياسيه والمجتمع المدني والبلديات التجمعات المحليه اللي اداه من ادوات التنميه، هذا كامل وساهم ومع الوقت لا يساهم يواكب هذه الحركه الاقتصاديه. جميل. اللي يشهدوا البلد واللي فعلا عندنا محقين بحجم الوقت لأن الإنجازات اللي تحققت في هذه السنة مقارنة مع هذه الظروف كاملة، مع هذه الظروف على النهاية، مع هذه التحديات يلا لا نثمنوها، نهمل فيها كيف قال هذا المناخ السياسي هذا اللي نحن عجزنا عن نتواصل له. نحن في العالة العادية كانت علاقات بين الأطراف السياسية والأطراف متوترة متوترة، ربما هذا يجعلنا هذا التوتر زاد بسبب زواله، شنو سبب زواله؟ هذا مهم جدا شوي سبب زواله نكمل. مهم تعاه المشهد السياسي كامل والاطراف السياسيه، هو سبب زواله هو عن فهم اراده سياسيه قويه جدا تهدف الى مشاركه الجميع. كانت رئيس اكد ان لن نترك احدا على قارعه الطريق، وهذا يتطلب عن القضايا الوطنيه. كل ما اتفقنا في القضايا الوطنيه الكبرى وعاد في مقدسات وفي امور كبرى بشكل خطوط حمر لنا جميعا نتفق عليها جميعا ونتوافق عليها، ملفات المهمه نتوافق فيها وما دون ذلك نختلف فيها، واللحظات الحاسمه والصعبه تجمع فيها الناس كامل. جميل جميل. السيدة النائبة والددة، ربما يرى البعض بأن هذا جو الانفتاح وهذا يعني الانسجام السياسي المريح إن صح التعبير بين المعارضة والموالاة، ربما يرى فيه البعض أن المعارضة طرحت عنها قاع الدبوس ولم تعد موجودة بحيث يمكن لها أن ترى من زاوية المواطن تقويم الوضع الحقيقي، كيف ترد عليها؟ شوف مفهوم المعارضة واضح، المعارضة الديمقراطية اللي أنا بعد منها هدف هو خدمة الشعب وهدف خدمة البلد، ولا معناها أن ما تقد في ظروف معينة تؤد بينها اتفاقات مع الناس اللي في السلطة نتيجة الإكراهات الظرفية على ظروف يعيشها الشعب، وهذا خالق في تاريخ العالم كامل. حد خرصوا إجبار على نفهم ظروف تجعل خاصة ظروف الأزمات المتينة لأن الشعب مهدد، الوطن مهدد، والحالة ما هي طبيعية. لا تجابر المعارضة مع الموالاة. مد قادية في حريقة. لا يدقية من العياط كامل. ما فيه المعارضة أنا مهدد، هو اللي في السلطة مهدد. يلا نتعاون. إذا قراءة الظرفية وخطورتها هي اللي وسعت عن المعارضة اليوم في الحقيقة رافد الشعار الوحدة الوطنية من أجل إنقاذ البلد. هذا واضح. ظاهر الإعلان الصار دورها قايمة به، معارضة تنتقد وتلاحظ من اجل البناء واذا ما زالت قائمه به. على سبيل المثال هذا التآزر قال عنه امتداد للتضامن، تضامن حصيلته حسب ياسر الناس ما هي ايجابيه، غير التآزر كيف قالوا توجه نظريا مهم جدا، وحد شاف الميزانيه اللي مخصصه له كبيره تقريبا هذه السنه قال عنها 40 مليار هذا ياسر الهضبه، اذا التوجه ايجابي خاصه لانه مستهدف الفقر والفئات المهمشة. المشكلة المطروحة فقط والله اللي عنها مطروحة لنا كاملين التسيير. تسيير من رأي كان من ناحية أرضية الواقع يا كان لا هي يوصل ولا هي يعطي نتيجة. هذه المشكلة وهون المعارضة دورها النقد والملاحظة. ومازالت تعدل. مازالت تعدل. مازالت تعدل. لا قائمة به ولا طيب دعني أتحول إلى السيد النائب محمد الأمين، يعني إشكال كبير انطرح قدام يعني النظام والحزب الحاكم، يعني بعد خروج قرار لجنة التحقيق البرلمانية ربما بني أو يرى البعض بأن البعض ما زال أو النظام ما زال يدور نفس الطبقات التي ربما أصبحت في واجهة ملفات القضايا. واضح. أولا قبل الجواب على هذا السؤال
وعطفا على كان يقول زميل نائب خليل وزير، نقول ان هذا تطبيع المشهد السياسي انه ما جاء كطرف ذهني والله فكري والله حاجه في نفس يعقوب، انه هذا بمعناه حد ما يقد يفصل دوله كيف دولتنا من محيطها الاقليمي. احنا في محيط جو سياسي ملتهب من هذه منطقه الساحل كامله، من اكثر مناطق العالم التهاب، وليبيا ما هي بعيد منه، وضعها الاقتصادي كان قد عود جيد جدا، وهذا إقليم كامل متماسك وفيه حركات مسلحة وحركات يعني هدوا لإرهاب من وضع متعددة. هذا إقليم ملتهب بكل المعايير، بالتالي أنك تفطن بطريقة استباقية وبطريقة استراتيجية على أنك من أجل أنك تحصن بلدك بليدة محيطها كله ملتهب كرة نار تتدحرج، انك تحصن بلدك من هذا حزام النار اللي في زرك، هذا وعي سياسي استراتيجي متقدم متطور من الاطراف السياسيه في المشهد كامله، لا هذا اللي منها في النظام ولا هذا اللي منها في المعارضه، انهم احساسهم بعلن حدبا على بلدهم واشفاقا عليه من الوضع القائم الذي لا يفرح صديقا في دول المنطقة اللي يعافينا ويعافيهم إن شاء الله ويجعل ذاك إن شاء الله يسهل عليهم الحال. هذا أولا وعي عميق لهذه الوضعية اللي احنا فيها به، اللي لا يمكن تعاطي بالتشنج وبغيره إلين يصل لنا ما وصل لغيرنا مما لا تحمد عقباه. هذا أولا من جهة ثانية تكلم أخويا النائب خليل على نقطة أساسية جدا، هي قضية وتكلم على الوزير قضية مؤسسة العمل ومؤسسات الدستورية. البرلمان طلع بمهمته كبرلمان كامل الصلاحيات واستطاع على أنه يستعيد ما ضاع من ثقته في الجمهور وفي الرأي العام الوطني، ورفع رؤوسنا كاملين فعلا انه يقد يخرص الاختلالات اللي حصلت او ستحصل في المستقبل كمؤسسة معنية بعمل اضافة الى التشريع العمل الرقابة الحكومية رقابة العمل الحكومي. والله اللي عطفا على سؤالكم اخيرا، يعني البرلمان عدل دورته، البرلمان ما هو جهة قضائية ولا يصدر أحكام الإدانة ولا أحكام التبرئة. البرلمان يشوف اختلالات يظهر له على أنهم فهم اختلالات معينة، يا الله يشير لهم ويا الله يلفت انتباهه كما حصل، يطلب تعهد الجهة القضائية والجهات القضائية. أولا الأصل عندها على أن كل متهم بريء ما لم تثبت إدانته، تستمع هي كما استمع لجنة التحقيق بنفس الأشخاص، والله الأشخاص الثانيين ترى هما ضرورة الاستماع مسار آخر من أجل توضيح الأمور. وأنا بعد كنائب حريص على مؤسسة البرلمان أن ما يتم لها التدخل في عملها، وأنها تخلى مؤسسة تقوم بدوارها مستقلة. لا يمكن أن أجازف أن ذلك نشقر على جهاز التنفيذي أنه يدخل في أخبار البرلمان، ما نقد ندخل القضاء مهمته. يا غير أتوقع من القضاء الموريتاني على أنه لا يعود قضاء نزيه، الناس اللي عندها أمور تحتاج المساءلة يعيط لها ويسائلها بما يقتضيه القانون وبالمتاح في القانون، والناس اللي بريئة يثبت براءتها جميل. قدام الرأي العام، والإحالة لا تعني التجريم بقدر ما تعني إعلان المسؤولية والإفلات من العقوبة، ما يقدر يعود قضية عفى الله عما سلف الزمن كامل والإفلات من العقوبة ما يقدر يعود ديدا، لأن احنا لا بدنا من الانطلاقة الصحيحة تقتضي تصحيح الأخطاء. والأساسي في هذا قاعد لجنة التحقيق ولا اللي لا هي عقبها من لجان التحقيق ثاني، الأساس هو التأسيس لعمل لحصول على حكامة رشيدة للمستقبل به اللي فات يا غير إياك أن نصحه يلا نبدو
لبنة جديدة الإنجليزيين somewhere يلا نبدو من مكان بعد واقفين على حجر الصحيح. شكرا دع السيد الوزير يعني السابق المدير والبنى يعني استشراف المستقبل للسنوات القادمة لنظام التعهدات. شكرا لنا إن شاء الله السنوات القادمة دور ثلاث سنوات خير ونما ازدهار بهدلي بالبلد في ملفات وطنية أساسية مهمة وشكلت معضلات امتان الموريتان من نشأته وحتى اليوم. ظاهر أن عن هاي السنوات دورة عود هي السنوات الحاسمة لمعالجة هاي الملفات اللي من أهمها ملف القبن والتهميش والهشاشة. والمسألة الأساسية والمهمة هو عملية تعزيز الديمقراطية بمعنى مأسسة الحياة العامة وبناء ديمقراطية حقيقية كل مؤسسة تلعب دورها وتعود. وأهم شيء هو أن تعود هاي المؤسسات القائمة ثقة من المواطن ومن السياسي بها وهاي الثقة لين تبتنى وتبتنى أسس تعزز بها الديمقراطية وتنقى فيها الحياة العامة من الشوائب. وأن عن البلد عاد على سكت مؤسسات والمؤسسات القوية هي اللي تحمي الدول وتحل مشاكلها تنحل المشاكل في إطار المؤسسات. مسألة أخرى وفعلا عن نحن أمنا كبير إن شاء الله تعالى وكيف تعهد به فخامة الرئيس لأن برنامج انتخابي لفخامة الرئيس من كل سنة ولا سنتين يعني برنامج ما عدل الرئيس ما عدل بشكل فضفاض وعدل بشكل يسمح لكل الموريتانيين ولكل السياسيين عن كل نهاية سنة وسنتين ولا ثلاثة يقبض قلم إنه يحسب شخلي. الرئيس قال لي نوفروا 100,000 فرصة عمل لنوفروا كذا من سكن اجتماعي من خلال مندوبي التآزر اللي هو برنامج داري لنخسروا كذا لنوفروا كذا التوزيعات النقدية لا تشمل كذا من العائلات بدلا من كانت كذا والرقم بشمنك 15,000 شهر 30,000 وكانت 10,000 عائلة عاد 90,000 عائلة 100,000 عائلة لنعدلوا كذا من فصل دراسي هاي السنة. طبعا للاسف جاءت جائحه وعطلت شوي المشروع غير بعد ماشي عمليه البناء لين عدوا كذا من فصل دراسي لين عدوا كذا من اعدادي لين عدوا كذا من ثانويه لين عدوا مدرسه جمهوريه. هذه امور يقدر الانسان قابله للرقابه نعم قابله على انها تتلب منين يعرف منين يعرف حد يخرج منها. والله لعن هذه فرصه تاريخيه واهلي عن وجود فخامه الرئيس وهذا الجو اللي يتحدثوا عنه الاخوه يتحدثوا عنه متوافق عليه متوافق عليه جميع أنواع الطيف السياسي في موريتانيا والفاعلين في المجتمع المدني وفي المجتمع في المنظمات الحقوقية والناس كاملة مجمعة عن هذا الجو. يعني عود هذا الجو وصانع هذا الجو فرصة تاريخية لموريتانيا لتتخطى عن هالأمور الجوهرية وتعود على سكة دولة مدنية ديمقراطية يسود فيها العدل العدل والمساواة بين جميع المواطنين وهذا هو الأساس اللي تفتح عليه الدول وتقدر تستمر لتوزيع العدالة بين الناس والمساواة وتكافؤ الفرص بينهم والتوزيع العادل للموارد المتاحة بشكل عادل بين الناس. جميل خليل يعني في هذه الحلقة يعني التقويم هو النظرة المستقبلية لما موجود ولكن اللي مازال يقدر يبتنى عليه حسب التفاهمات ما بين المعارضة والموالاة. شكرا. أنا ظهر لي عن نظرية الأزمات تعيد قد فرصة لإيجاد الحلول وظهر لي عني يلا ننتهز فرصة هذه الأزمة اللي فيها البلد دار واحدة اللي نعتت لجنة التحقيق البرلمانية من فساد مستشري في البلد هذه أزمة والثانية مخلفات وآثار كورونا فيروس هذه العوامل مشتركة شكلت أزمة ويلا احنا ننتهز فرصة الأزمة أنا قبل أن أعدلوها فرصة لحل مشاكلنا وذلك ظهر اللي عنا قدامنا سيناريوهات بالنسبة لي اثنين خالك سيناريو إيجابي ونختار هو اللي ماشي شغل الموريتانيين ولا يحل المشاكل ونأخذ من الأزمات سيناريو الاتفاقيات الاتفاقات السياسية تتواصل حول حل المشاكل البنيوية العميقة ما بعد كورونا فيروس. كيف قال المجتمع في تناقضات متينة ما يلا نخفوا منها يلا نخرصوها تناقضات متينة مشاكل الوحدة الوطنية
مشاكل زنوج ولا عرب، مشاكل اللي قالوا مخلفات العبوديه والله مخلفات الرق والله شو الناس يقول هذا يقول له، وفهم الغبن وفهم القبائل، فهم تناقضات في المجتمع يلا تنحل تنحل كي قالوا الزملاء الاساس القانون والاساس العداله المؤسسات العداله. الدوله من نفسها داخل ازمه، الهشي الدوله في ازمه ما هي قادره تقوم بواجبها. الدوله يلا تبني ويلا تتوجه ويلا تتاطر، احنا الدوله عادت عندنا مصدر الخلافات مصدر المشاكل. اذا السيناريو الاول اللي بالنسبه لي راجي أنا اللي فات بدا يتواصل هو بناء اتفاقات سياسيه الى برنامج لا هي يقبل القضايا الاساسيه للشعب الموريتاني، الملفات الاساسيه وتتوافق عليهم الناس وتؤذ انطلاقه جديده لبناء موريتاني، موريتاني صاعده، موريتاني قابله بلدها وتؤذ جبهه داخليه قويه كي قالوا لا يتواجه هاي الاخطار الاجنبيه والاخطار الداخليه. هذا السيناريو بالنسبه لي مهم جدا، هو وحده اللي قد يوخى موريتانيا من الازمه اللي فيها. السيناريو الثاني وراجع عنه ما نعود واعدين. لا السيناريو الثاني السيناريو الثاني لا خليها النايب محمد الامين يقول لك انك دخلت متمسك بالسيناريو الاول. انا نختار نعودوا متفائلين. جميل. غير ملي ما نعودوا عندنا سياسه عامه. يلا لا الواقع نشوفوه نواجهوه. هي نواجهوه. ما نختار كون نتحشى والتعفن مثلا. ستاتيكو اللي خارج يتم خارج الوضع القائم ولا نقبل الوضع القائم ما نقبل اجراءات فيه. جميل. وهذا باللي فهم قطعا فهم قطعا الوضع طاري الياسر، فهم ياسر من الطموح، فهم قوى جديده في الشباب وقوى سياسيه جديده، فهم ياسر من الطموح واتجاهاتها ما هي واحده. في شيء عمله يد الى انقسام، وفي شيء عمله يوظف الملفات القضايا اخرى. وهذا لين ما ينحل والله اللي انا خايف من انفجار، نرجع للحويره الاولى انقلابات. جميل. والله انفجارات ارقيه. جميل. لا 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 قدر الله. السيد نائب محمد الامين ولا احمد درقل، يعني انا اشكركم مره ثانيه، اي لعدت هذه اخر فرصه للكلام. نختار نقول على بناء المؤسسات وتقويتها في الحياة العامة على أنه هو السبيل الوحيد لبناء دولة حقيقية وتجذير دولة به، اللي الدولة تقوى بمؤسساتها القوية ولا تقوى بأشخاص ولا قواد أقوياء، به اللي القائد القوي يختفي بالمرض ويختفي بالوفاة ويختفي بالاستقالة ويختفي بالإعاقة. ولاد قد الدولة تراهن على حياة شخص قائد مهما كان، به اللي خالق من اللي درجه من شيء قال له بالانجليزي يقولوا له بيرسونال كالت، معناها تمجيد القائد للدرجه المبالغ فيها لين يعود القائد الفاتح والقائد العظيم والقائد الملهم وكذا كذا. هذا احنا كنخبه سياسيه يلا نعود روايه اسطوانه مشروخه افترنا منها ودفعنا ثمنها دفعنا ثمنها الحقيقي. اعلن المناصحه تقتضي على انك تقول للناس اللي في الحكم احسنتم حين يحسنون فزيدوا من هذا وكان يمكن ان تعملوا احسن انتبهوا الى هذا. جميل. هذا هو تقتضي المناصحه. اختير نقول على البلد على سكه جيده وان متفائلين وشهد شاهد من اهلها، به اللي هذه ما هي نظره محاباه من اغلبيه ولا من حزب حاكم. الحقيقه على الناس استبشرت خيرا بانتخاب رئيس الجمهوريه وتستبشر خيرا سنة مليئة بالتحديات، ومع هذا يبقى الأمل حي أن موريتانيا إن شاء الله تعالى عندها مقومات النماء والازدهار، وعلى ما يجمع أعراقها وما يجمع تشكيلاتها السياسية وطيفها السياسي أكثر مما يفرقها، وأن المستقبل إن شاء الله تعالى سيكون جيدا بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام، المستقبل واعد وجميل إن شاء الله لموريتانيا. وبهذا نصل إلى نهاية حلقة الليلة من برنامج أبعاد الخبر. كنا قد تحدثنا فيها عن التظاهرة التي خلدها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية احتفاء بمرور عام على حكم الرئيس محمد ولي الشيخ الغزواني. كان معي هنا في الاستديو الوزيرة السابقة السيد المدير والبونة عضو المكتب التنفيذي لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية، وأن النائب البرلماني عن حزب اتحاد قوى التقدم الخليل والددة، وأخيرا وليس أخيرا النائب عن حزب اتحاد من أجل الجمهورية محمد الأمين والأحمد درقل. هذه تحياتي شيخ مدود بن شراء، في أمان الله.
شكرا. Follow your number.